الشورى والاجتهاد. السلام عليكم ورحمة الله. يتساءل كثيرون هل من حق مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من حق رئيس دولة أو من حق رئيس حكومة أو من حق الناس أن يحرموا الحلال ويحللوا الحرام؟ نحن نقول ما كان قطعيا من كل ذلك فليس لاحد حق فيه ان الحكم الا لله فالله جل وعلا وحده هو صاحب التشريع وله حق التشريع فهو الذي يحرم وهو الذي يحلل اما المجالس المنتخبه، اما الناس، اما السلطات التنفيذيه فلها ان تشاور ولها ان تستشير ولكن ليس في القطعيات اي ليس من حق مجلس مسلم ليس من حقه في الاسلام ان يقول اجتمعنا وقررنا اباحه الزنا او اجتمعنا وقررنا ان الصلاه ليست فرضا او ان الصيام لا ينبغي ان يكون للمغرب ممكن يكون للظهر ونصوم شهرين بدل شهر هذا ليس من حق الناس هذا من حق الله جل وعلا ومن حقه على عباده لان التشريع والحكم له جل شانه لكن هناك اشياء خلافيه يختلف فيها اهل العلم وحينئذ فللناس بمجالسهم المنتخبه وبمستشاريهم وبهيئاتهم وبأفرادهم. من حقهم أن يختاروا أحد القولين حين يكون هناك خلاف مثلا بين الحنفية والشافعية في أمر في أمر عام يخص الدولة كلها. حينئذ من حق المجلس أن يبحث أين المصلحة؟ هل المصلحة مصلحة الناس في هذا الزمان أن نأخذ بقول الشافعية مثلا؟ او ناخذ بقول المالكيه او ناخذ بقول الحنابله ولذلك قالوا راي الامام يرفع الخلاف اي انه اذا كان هناك خلاف بين مذهبين من المذاهب الفقهيه المعتبره فان الحاكم يستطيع ان يقول هناك خلاف والذي تختاره الدوله هو كذا وكذا ولكن هذا الرفع للخلاف ليس على المستوى النظري على المستوى النظري لا يرفع الخلاف الا اهل العلم، اهل العلم اذا اجمعوا على شيء يرفعون الخلاف، هذا اذا كان الاجماع مؤبدا اذا لم يكن مؤقتا على امر يتغير. اما على المستوى العملي فاذا راى الحاكم احد الرايين فانه يستطيع الزام الزام الناس به لان لان ذلك يعود الى مصلحه الى مصلحه عامه. وهذه نقطة فارقة بين الشورى وبين الديمقراطية فالمسلمون يتشاورون لكن في حدود القطعيات في حدود الثوابت يجتهدون في الفرعيات يجتهدون في المصالح يجتهدون في الخلافيات يجتهدون في المتغيرات يجتهدون ولكن في اطار مكين ومتين من الثوابت ومن ومن القطعيات وبهذا تجمع الشريعه الغراء بين الاصاله والمعاصره تجمع بين الثابت والمتغير تجمع بين مرادات الرب جل وعلا ومصالح مصالح العباد بهذه الطريقه نحافظ على الاتجاه ونحافظ على البوصله ونقوم بامر الله عز وجل وايضا نحقق مصالحنا والله تعالى بحكمته البالغه جعل النصوص في الاشياء المتغيره قليله للغايه واحيانا معدومه حتى نجتهد ونلتمس المصلحه ونتشاور ونرجح رايا على راي بما فيه ولما فيه خير العباد والبلاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته oh, oh.